احنا بلدنا يعني بصراحة ولادة، يعني عندنا مطربين مهمين وحلوين. يعني انا كنت الاول يعني الله يرحمه كنت بحب عم حسن الاسمر، الله يرحمه الله يرحمه، يعني من الاصوات اللي كانت بتمتعني. مجدي طلعت كنت بحب، في فنان كتير يعني، اشرف المصري كنت بحبه، من الفنانين الشعبيين القدام. في الوقت الحالي في احمد شيبة حلو، في عم عبد الباسط حموده، في حكيم طبعا، ده من الفنانين اللي احنا بنتشرف بيه، وصل الاغنيه الشعبيه العالميه. وحكيم صعيدي برضو قريبنا احنا بنتشرف بيه، ومش عايز انسى حد يعني. بصراحه مصطفى حجاج شاطر صوته حلو. طب انت ايه رايك في المهرجانات؟ المهرجانات هي يعني انا اتكلمت كتير في الموضوع ده، هي يعني موضه، يعني اغنيه الناس حبتها، كانت باديه في الاول بمشاكل بحيث الكلمات اللي مش كويسه، بعد كده بداوا يظبطوا الحكايه. المزيكا بدأ توصل للناس اكتر وبيحبوها اكتر. بس يعني انا شايفها زايده شويه، الناس لازم ترجع تاني تسمع مزيكا تاني شعبي ومزيكا كل الفنون يعني. بس في دلوقتي مطربين بداوا يشتغلوا برضو مهرجانات لكن بالطابع بتاعهم الخاص. يعني انا في اعتقادي ان الحته دي ليها ناسها، يعني اي حد هيحاول يفكر يلعب في المنطقه دي والله هيفقد الهويه بتاعته، ده احساسي يعني. يعني افهم كده انت ما بتفكرش تعمل والله زيهم؟ أنا طبعا تعمل اغنيه، ما اضحكش عليك لو قلت لك انا ما فكرتش، قعدت افكر كتير وقعدت اسمع كتير، ما لقيتش نفسي بصراحه. يعني وانا الحاجه اللي ما لقاش نفسي فيها مش بعرف اعملها، دي يعني المشكلة، أو هو ده عيبي أو دي ميزة، الله أعلم يعني. طيب رأيك إيه بقى في المهرجانات؟ أنا شايفك عمال تعمل لي كده أول ما قلت المهرجانات. لا أنا رأيي في المهرجانات هما ناس ربنا يكرمهم ويرزقهم، بس مش المود بتاعنا إحنا. تربينا على أم كلثوم وعبد الحليم فريد، الناس اللي هي القديمة. الجديد بتاعنا حكيم، عباسط حمودة، حسن الأسمر، الناس الجديدة. مش ما تربناش على المهرجانات ولا الرقص. انا نفسي والله لما العيال بيجوا يشغلوها في البيت اطفي وطي قول فصل، بس هم ده يعني زي ما بيقولوا الحاجه الحلوه اللي بتتعمل في الوقت الحالي، بس حاجه هتتعمل وهتخلص، يعني هتخلص مش هتعيش. زي النهارده ام كلثوم الحب كده عايشه مع الناس كلها، اغانيهم هم خفيفه أغاني يعني تيكاوي. حلو بصراحة يعني أنا بالنسبة لي ده. طيب أنا عايزة بقى أتكلم شوية عن فكرة المزمار، وأنا شايفة الكل ما شاء الله يعني مسكين نفس الآلة، شمعنا الآلة دي بالذات؟ هي أبا عن جدا يعني أنا أبويا وجدي وعمامي يعني متورثها عن العيلة. أشهر آلة في الصعيد أصلا هي المزمار والربابة، آلة فرعونية أصلا يعني موجودة في على اللوح الفرعونيه لو تاخدي بالك في مزامير طبعا. وبتشوف ازاي استقبال الناس للآلة دي؟ انا يعني شفت لكم كتير حفلات في الاوبرا، والحقيقه كنت بلاقي تفاعل من الناس عظيم يعني الحمد لله. وكلمني كمان عن الحفلات دلوقتي، يعني انا سامعك بتقول حفلات اونلاين وكده، زي كم ولعه في رمضان هو الاونلاين احنا شغالين بس مش بالنسبه لنا، عاوز جمهور، عاوز اتشجع. يعني بتشوف التفاعل احسن؟ لا مع التفاعل الناس لما اكون شغال وفي حد قدام مني بيسقف لي انا بتبقى روحي احلى صح ببقى شغال، انما في معلش زي لعب الكوره يعني. زي الكاميرا قدام مني ومفيش حد قدام مني خالص، ببقى حاسس ان شغال. السعاده اللي بتشوفها على وشوش الناس هي دي الطاقه بتاعتك صح؟ انا عملت حفلات كبيره جدا هنا في مصر في الجامعه الامريكيه، وهنا وفي الاوبرا وفي ساقية الصاوي، بلاقي في تفاعل مع الناس حلوه.